زوار مساء الجهة الكرام من قلبي الحدث الذي عاشته مدينة تمس نهضة الصباح. نصف ماراثون الأول لمدينة تمس نهضة. مؤسس العمران من المساندين الرسميين لهذه التظاهرات الرياضية. نعم، يسرنا أن نستضيف السيد المدير العام لمؤسسة العمران تمس نهضة سي زيدو حب الحكيم. بداية، لو تضع المشاهد الكريم أو القارئ الكريم في موضوع هذا العرس الرياضي. شكرا. هذا نصف ماراثون دولي للمشاركة الأبطال عالميا، وهذه كتدخل في إطار الاستراتيجية ديال مجموعة العمران من أجل إعطاء الإشعاع للمدن الجديدة ديالهم. واليوم هاد الخصوصية ديال هاد الحفل هذا هو دائما في إطار العمل مع الشركاء ديالنا هما الاسوسياسيون ديال المدينة، اللي هما اللي تكلفوا على أن واحد المساندة. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر جميع الإخوة ديال المجتمع المدني ديال مدينة تمس نهضة والسلطات المحلية وعلى عزم السلام والدرك الملكي والمجلس والمجلس البلدي والمجلس السياحية على المواكبة ديالهم والمجهودات اللي قاموا معنا. وفي نفس الوقت كنشكروا جميع الإخوان من الشركاء الرسميين في شبه التظاهرة الدولية اليوم في إطار المواكبة المدينة، وهذا تكميلة الحفل اللي درناه في مارس وكان حفل افريقي. اليوم كنتمنوا هذا العمل بهذا الحفل ديال نفس الماراثون الدولي اللي مشاركين فيه ابطال عالميين. نعم، اذا هذا حدث دولي استطعتم ونجحتم في استقطاب مجموعة من الدول للمشاركة فيه. كم من دولة مشاركة فيه؟ 14 دولة شاركت اليوم. نعم، هذا نصف ماراثون اليوم. حاجة واحدة كيتسخر الله سبحانه وتعالى. نعم، هو جد مهم لأنه دينا من فكرة ولو، ولكن مع جميع المجتمع المدني كيأمن بعض المسائل قام بها وصلنا اليوم للعالمية. اليوم كنا نقولوها لأننا كنا هذا مشروع ملكي. نعم، حتى شي مسؤول خاصو يبخل علينا باش نخدمو. نعم، باش هذا المشروع يعرف النمو أكثر وأكثر. الحمد لله كاين واحد العمل كبير، ولكن كنتمنى إن شاء الله يكون عمل أكثر. نعم، أكثر. نعم، والمساندة ديالو من جميع الأطراف. وفي هذه المناسبة كنشكر جميع الشركاء ديالنا الأساسيين من الوزارات الوصية من جميع القطاعات اللي خدموا معنا في هذه المدينة. نعم، واستثمروا من أجل هذه السكينة اللي ما كثرنا عندها.